هذا وحرصت وزارة الإسكان على مبدأ الاستدامة وتحقيق جودة السكن والاستقرار المعيشي للمواطن البحريني من خلال مشاريعها الإسكانية التي راعت تلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى الاهتمام بالجوانب البيئية. تعد مدن البحرين الجديدة ثمرة الخطة الإسكانية لخدمة آلاف الأسر البحرينية من أجل توفير بيئة تتميز بالاستدامة وتضم مجموعة من المرافق والخدمات النوعية التي تلبي احتياجات العائلة البحرينية. المنطقة هذه جميلة صراحة، ما بين البحر والبر، أكو يمينك البحر ويسارك أكو البر. وبالنسبة عندنا الحمد لله المرافق، عندنا المرافق رياضة، عندنا حق السياكل، واحنا ترى نقدر نمشي معها، نقعد ماخذين راحتنا، هدوء يعني. المنطقة هادئة جدا، تخطيط ممتاز، وفي عطونا مساحات نقدر نتحرك فيها بكل أمان بعيد عن السيارات. وتضم مدن البحرين الجديدة مساحات خضراء مفتوحة وحدائق وواجهات بحرية ومناطق ألعاب للأطفال وملاعب رياضية، بما يسهم في تلبية الرغبات للمواطن وإضفاء جو ملائم مفعم بالترفيه المطلوب، فضلا عن تعزيز النسيج الاجتماعي لقاطني تلك المدن. مهيئ والحمد لله، وفي قبالية عليه في جميع الأوقات، يعني سواء العصر أو في الليل ما شاء الله ما يفضى، ففي حركة وتشوف يعني الناس ما شاء الله مستانسة وتقضي فراغها يعني بالرياضة. وثاني شيء في بعد حدائق، يعني كثرة الحدائق فيها في كل مجمع موجود في شرق الحد. بالنسبة إلى التخطيط، بالنسبة إلى الخدمات اللي متوفرة وموجودة في المدينة، يعني ما شاء الله الحمد لله رب العالمين جدا ممتازة. وقدامكم بعد هاي الواجهة البحرية، يعني من ما يتمنى أنه يقعد مقابل هاي الواجهة البحرية الجميلة صراحة. اليهال ما شاء الله وايد مستانسين وايد مبسوطين هني، وكل يوم يعني يقولوا لنا خلنا نروح ماما البحر اللي في الشمالية وخلنا نروح البحر. فالحمد لله وايد مستانسين وايد مستمتعين، المكان وايد نظيف، المكان وايد مرتب، والله يجزاها ألف خير الحكومة البحرين ما قصرت. كان شارع البديع كامل يجون هني، لأن التخطيط واجد ممتاز، يعني يوحي لأنه ممشى وهو شارع في نفس الوقت، والمنطقة جدا جدا يعني جميلة وروعة يعني. كما اهتمت مدن البحرين الجديدة بالجوانب البيئية من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وعبر تشجير الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، علاوة على توفير مسارات خاصة لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية وتخصيص مناطق للرياضات الخارجية، بما يشجع على ثقافة ممارسة الرياضة من ثم تحسين صحة المواطنين. الجو حلو، يعني تقدر تمشي في أي وقت، يعني ما في زحمة هنا عندهم، والبحر الحمد لله الواحد يوسع صدره عند البحر، والحمد لله يعني أماكن نظيفة، ما تروح يعني بيت إلا كل بيت يعني مسوي أحسن من الثهني. مخطط اللي مسوينه واجد زين، يعني حق الناس تمشي على تمشي تسوي سياكل، وبالعكس إحنا يعني الأيام الجاية أكيد راح نمشي، وده بالعكس المنطقة حلوة. المدينة يعني نموذجية بشتى أنواعها، من إنفراستراكشر، من المرافق، من البحر، من الفيو، من التنظيم. يعني إحنا من سكننا يعني خلينا تصور معين، بس تفاجأنا بشيء أكبر من هذا. موفرة ولنا مثل أنتم شايفين، يعني ممشى متنفس حق الناس، الحدائق ما شاء الله بعد، كل كم بيت يم حديقة بعد ما شاء الله، عيوننا مستنسين. أشكر الحكومة لأن وفرتنا هالمكان عشان نروح هني هاي نتمشى في السياكل أنا ورابعي، هاي في حي بشاهين ندور فيه نسوي رياضة. وزارة الإسكان تسخر طاقاتها وإمكانياتها للاستمرار في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتعمل بجهد على تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإسكانية بشكل عام، بما يسهم في تحقيق جودة السكن والاستقرار المعيشي.